السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الماضي كنا قد تناولنا موضوع الدائرة المثلثية، تعرفنا على شكل الدائرة، محور الكوساين ومحور الساين، وتعرفنا كيف نحول من درجات إلى راديان، وأخذنا الدائرة الأساسية. بهذا الدرس إن شاء الله رح نحكي عن موضوع الإرجاع إلى الربع الأول، كيف نرجع أي زاوية إلى الربع الأول. بالبداية قبل ما نبدأ درس الإرجاع، خلونا نراجع مع بعض الإشارات. بهذا الدرس رح نعتمد اعتماد كتير كبير على إشارات الساين والكوساين والتانجنت. سبتتذكروا كان هذا المحور هو محور الكوساين، وهذا المحور هو محور الساين، وكانت عنا دائرة المثلثية بهذا الشكل. كان المحور هاد هو محور كوساين، هاد هو محور الساين. إذا بتذكر اتفقنا إنه بالربع الأول كانت كل النسب موجبة. ليش؟ يعني هون كوساين والساين كلهم موجبات، بينما هون كان فقط الساين موجب. في هذا الربع كان التانجنت والكوتانجنت هن الموجبات، وفي هذا الربع كان فقط الكوساين موجب. في الربع الأول كل شيء عنا يا موجب، في الربع الثاني فقط الساين، في الربع الثالث التانجنت والكوتانجنت، في الربع الرابع الكوساين. حاليا كيف رح نقوم بعملية الإرجاع؟ رح نتعامل مع الإرجاع حسب محورين. أول محور هو محور الباي على 2 والثلاثة باي على 2. يعني أول الشيء رح نحكي عنه نحن هو لما بتكون مع هذا المحور مع 90، لما بتنكتب الزاوية بدلالة 90 أو بدلالة 270. لما بنحسن نكتب دلالة 90 وبدلالة 270، أول شيء بنراعي الإشارة اللي موجودة فيها النسبة المثلثية، بعدين نقلب النسب من ساين إلى كوساين والعكس، ومن تانجنت إلى كوتانجنت وبالعكس. خلونا ناخذ تمارين بتوضح الأفكار أكثر. نبدأ بهذا التمرين. عنا ساين 150، أول شيء رح أحاول 150 أكتب دلالة 90. ساين 150 هو نفسه ساين 90 زائد 60. 150 هي 90 زائد 60. بعدين بدنا نجي نشوف نحن بأين ربع. هاي الصفر، هاي 90، هاي 150، هاي 270، عفوا هاي 180 هون، هاي 270. 150 بأين ربع؟ 150 هي بهذا الربع. بهذا الربع الساين ايش اشارته؟ طبعا بنطلع على الاشارة قبل ما نقلب قبل اي شيء. اول شيء بنطلع اشارة هاد. بهذا الربع الساين هون، الساين موجب بهذا الربع، اذا هون الاشارة رح تبقى موجبة. وما اني تعاملت مع زاوية 90، نقلب الساين الى كوساين. اذا ساين 150 يساوي ساين 90 زائد 60. جينا على الساين 150 هي بهذا الربع، وهذا الربع إشارة الساين فيه موجبة، إذا هون تبقى الإشارة موجبة وتقلب الساين إلى كوساين، وكوساين 60 كما نعلم يساوي نصف، إذا هون الناتج نصف. خلونا ننتقل إلى تمرين آخر توضح الأفكار أكثر. في هذا التمرين عنا تانجنت 840. دائما الزاوية لازم تكون في الدائرة الأساسية. هون رح نطرح دورتين، الدورة الأولى 360، الدورة الثانية 720. إذا رح نطرح من 840 720 عشان نحصل على زاوية في الدورة في الدائرة الأساسية. هاي رح تعطينا 120. إذا تانجنت 840 يساوي تانجنت 120. طبعا أول شيء نحدد 120 في أي ربع عشان نعرف الإشارة. مية وعشرين في البداية نحسن نكتبه بدلالة 90 هي 90 زائد 30. كتبنا 120 90 زائد 30. تعال نشوف هاي بأي ربع. هون عنا صفر، هون 90، هون 180، هون 360.
120 إذا في أي ربع رح تكون في هذا الربع. بهذا الربع التانجنت بيكون سالب، بهذا الربع أنه فقط الساين هو الموجب. إذا في هذا الربع التانجنت سالب، إذا هو رح يجيني سالب. والنسبة تقلب لأنني تعاملت أنا مع التانجنت، تقلب من تانجنت إلى كوتانجنت، فرح سعنا ناقص كوتانجنت الزاوية 30 ناقص كوتانجنت 30 هو جذر 3. إعادة سريعة، أولا 840 طرحنا منها دورتين صارت 120. تانجنت 120 هو نفسه تانجنت الزاوية 90 زائد 30. 90 زائد 30 120 بهذا الربع، وبهذا الربع التانجنت بيكون سالب، إذا حطينا سالب وبعدين قلبنا من تانجنت إلى كوتانجنت ال 30 هو جذر 3. ناخذ تمرين آخر، في هاي التمارين هون عندنا مجموعة تمارين رح توضح فيها الأفكار. بهاي مجموعة التمارين بالبداية تعال نحاول كلهم نكتبهم بدلالة 90 أو 270. 135 أحسن أكتبها 90 زائد 45. الميتين وأربعين بحسن أكتبها 270 ناقص 30. الثلاثمية نحسن نكتبها 270 زائد 30. والمية وخمسين نحسن نكتبه 90 زائد 60. البداية كتبناهم كلهم دلالة 90 زائد أو ناقص و 270 زائد أو ناقص. هلا رح نجي نرسم ونشوف كل زاوية بأي ربع. هاي الصفر، هاي 90، هاي 180، هاي 270. تعال نحدد الإشارات بعدين نكمل الحل. 135، 135 هي في هذا الربع، وبهذا الربع الساين هون الساين موجب، إذا هون الإشارة موجبة. 240، 240 بهذا الربع، بهذا الربع الكوساين والساين سالب، إذا هون رح يجينا سالب. تانجنت 300، 300 بهذا الربع، بهذا الربع التانجنت سالب. كوتانجنت 150، 150 هي هون سالب. إذن هون خلصنا من دراسة الإشارات. هلا النسب كلها رح تقلب لأن أنا بتعامل مع هذا المحور اللي هو 90 و 270. الساين سوف تصبح كوساين، والكوساين سوف تصبح ساين، التانجنت سوف تصبح كوتانجنت، والكوتانجنت سوف تصبح تانجنت. حاليا زائد كوساين 45 هو جذر 2 على 2 ناقص ساين 30 نصف ناقص كوتانجنت 30 جذر 3 وتانجنت 60 هو جذر 3. إعادة سريعة، بالبداية هاي الزوايا كلهم كتبناهم دلالة 90 و 270، بعدين حددنا كل زاوية بأي ربع. طبعا الإشارة تؤخذ على النسبة الأساسية، طلعت معنا الإشارات، بعدين قلبنا النسب كلياتها وأوجدنا النواتج. هالطريقة نكون خلصنا من 90 و 270. هلا رح نحكي لما بتكون بدلالة محور 0 باي 2 باي، يعني لما رح أتعامل مع المحور هاد، مع الصفر أو الباي أو الاثنين باي. لما نتعامل مع المحور هاد فقط نراعي الإشارة ولا نقلب النسب، يعني رح نشوف الإشارات ندرس الإشارة ولكن النسبة لن تقلب. خلونا ناخد تمارين توضح من خلالها الأفكار أكثر. هون عندنا ساين 150، نفس التمارين حليناهم من شوي بس هلا رح نحلهم دلالة 180. 150 هي عبارة عن 180 ناقص 30. هاي بين ربع 150 بالربع الثاني هون، لأن أنا عندي صفر 90 180 270. 150 هون موجب، إذن
هي موجب وتبقى النسبة كما هي لا تقلب. لماذا لا تقلب؟ لأني أنا تعاملت هون مع 180. لما نتعامل مع 180 وال 360 لا تقلب النسبة. متى تقلب؟ عندما نتعامل مع 90 وال 270. هذا التمرين تانجنت 840 نفس الشيء. بالبداية رح نطرح دورتين، رح نطرح 720، هاي بتصير تانجنت 120. 120 هي في الربع الثاني هون، في الربع الثاني التانجنت سالب. طبعا أول شيء رح نكتبه بدلالة 180 هي 180 ناقص 60، وتبقى تانجنت لأن أنا تعاملت مع 180، إذا ناقص تانجنت 60، وتانجنت 60 هو جذر 3. طيب تمرين آخر. هدول التمارين طبعا هون نكتبهم كلهم دلالة 180 أو 360. 135 هي نفسها 180 ناقصا 45. 240 هي نفسها 180 هي نفسها 180 زائدا 60. 300 هي 360 ناقص 60. 150 هي نفسها 180 ناقص 30. نشوف الإشارات. 0 90 180 270. 135 في الربع الثاني، في الربع الثاني الساين موجب، إذن هنا تبقى موجب. 240 في هذا الربع، في هذا الربع الكوساين سالب، إذن هنا سالب. تانجنت 300، 300 في هذا الربع، في هذا الربع التانجنت سالب، إذن سالب. كوتانجنت 150، 150 بهذا الربع وبهذا الربع كوتانجنت سالب. وهنا جميع النسب لن تقلب لأننا نتعامل مع 180 و 360. ساين 45 جذر 2 على 2، كوساين 60، كوساين 60 جذر 3 على 2، تانجنت 60، تانجنت 60 جذر 3، كوتانجنت 30 جذر 3. إعادة سريعة، كتبنا بالبداية الزوايا كلهم دلالة 180 و 360. بعد ما كتبناهم دلالة 180 و 360 درسنا الإشارات وأبقينا النسب كما هي. الآن دعونا نأخذ مجموعة من التمارين المتنوعة. في التمرين مكتوب مطلوب مني كوساين 310 زائد ساين 290 على ساين 40 ضرب كوساين 20. أول شيء كوساين 310 هو نفسه كوساين 360 ناقص 50. 310 هي 360 ناقص 50. ساين 180 عفوا ساين 290، ساين 290 هو نفسه نحسن نكتبه ساين 360 ناقص 70. المقام بالربع الأول ما رح نقلب عليهم، الأربعين هي في الربع الأول والعشرين هي في الربع الأول. تعمل جلس الإشارات. 0 90 180 290. 310، 310 هي بهذا الربع، بهذا الربع الكوساين موجب، إذن هي تبقى موجب، إذن هي رح تصير كوساين 50 ضرب. 290 هي بهذا الربع، بهذا الربع الساين تحت سالب، إذن هي رح تصير ناقص ساين 70 على كوساين 40 ضرب كوساين 20. 50 وال40
قال أن هي ساين وليست كوساين. خمسين والأربعين مجموع تسعين. نحن نعرف إذا كان مجموع الزاويتين تسعين بيكون الساين والكوساين بيساووا بعض، إذا هدول متساويين. سبعين والعشرين تسعين، إذا ساين السبعين يساوي كوساين العشرين، هدول متساويين. يبقى لدينا هنا الناتج ناقص واحد. انتقل إلى تمرين جديد. كوساين الخمسطاش على ساين الخمسة وسبعين، هدول الزاويتين مجموع تسعين، إذا مباشرة الناتج واحد. بس كان عندنا زاويتين مجموع تسعين، كون الكوساين يساوي الساين، إذا مباشرة نختصرهم مع بعض والناتج واحد. في هذا التمرين عنا كوساين ألفا ناقص ثلاثة باي زائد ساين ألفا ناقص باي على اثنين. من البداية هون رح أضيف اثنين باي، هي بتصير كوساين ألفا ناقص باي. رح نطلع الناقص عامل مشترك، ملاحظة دائما الكوساين بيحذف الناقص يبلع، يعني انا عندي كوساين ناقص الفا هو نفسه كوساين الالفا، اذا هي بتصير كوساين باي ناقص الفا. هي الدائره، هي الصفر، هي باي على 2، هي باي، هي 3 باي على 2. انا باي اذا طرحت من الفا بصير بهذا الربع، بهذا الربع الكوساين سالب، اذا هي بتصير سالب، والنسب لا تقلب لان انا بتعامل مع الباي، بتصير سالب كوساين الفا. عندي الساين كمان رح اطالع من جوات الزاوية ناقص عامل مشترك. الساين دائما يخرج الناقص لبرا، يعني انا اذا عندي ساين ناقص الفا ونفسه ناقص ساين الالفا، اذا رح يصير ناقص ساين باي على 2 ناقص الزاوية، ناقص هي ناقص من هون، باي على 2 هون، إذا طرحنا منها زاوية بجي لهون، بهذا الربع كله موجب، إذا الساين ما راح تتغير، ما راح أعمل فيها شيء، إشارتها موجبة يعني حطها موجب، وبما أنني أتعامل مع الساين تقلب النسبة إلى كوساين الزاوية، ناقص ضرب موجب رح تصير ناقص كوساين ألفا. ناقص كوساين ألفا ناقص كوساين ألفا ناقص اثنين كوساين ألفا، هذا هو الناتج. ننتقل إلى تمرين آخر. في التمرين أولنا 12 كوساين إكس ناقص 5 ساين إكس يساوي صفر، طالب مني ساين إكس. من خلال هالعلاقة بدي أحاول أطالع نسبة وحدة، يا ساين يا كوساين يا تانجنت، مشان استنتج النسبة الثانية. من هون أنا إذا عندي ساين وكوساين، ساين وكوساين تعطيني يا تانجنت يا كوتانجنت، رح أطالع من هون التانجنت، أنا رح أنقل هي للطرف الثاني، هي تعطيني 12 كوساين إكس يساوي 5 ساين إكس، رح أقسم الطرفين على كوساين إكس وعلى خمسة عشان اتخلص من هاي الخمسة. ساين على كوساين رح يعطيني التانجنت، خمسة مع الخمسة بتروح، تانجنت اكس يساوي 12 على خمسة. تانجنت اكس 12 على خمسة، اذا جينا رسمنا المثلث هذا المثلث القائم اللي انا عندي اياه، هاي الزاوية اكس، تانجنت هو المقابل على المجاور، هذا مثلث شهير 12 5، هون اذا حسبنا 12 تربيع زائد 5 تربيع هذا بيعطينا 13، هذا المثلث الشهير. ايش طلب منا؟ هو طلب منا الساين، الساين هو المقابل على الوتر، اذا الساين هو 12 على 13. لو طلب مني الكوساين كنا ان المجاور على الوتر وهو 5 على 13. ننتقل لتمرين أخير. هذا التمرين رح ننهي الدرس. التمرين بدي أطالع ناتج هالعلاقة.
في البداية واحد زائد كوسيك هو عبارة عن واحد زائد الكوسيك مثل ما بنعرف هو واحد على ساين إكس على واحد زائد سيك، والسيك هو واحد على كوساين إكس ضرب واحد زائد ساين إكس واحد زائد كوساين إكس على واحد زائد ساين إكس. وإذا وحدنا المقامات هي بتصير ساين إكس زائد واحد على ساين إكس والمقام هي بتصير كوساين إكس زائد واحد على كوساين إكس ضرب واحد زائد كوساين إكس على واحد زائد ساين إكس. البعيد بالبعيد القريب بالقريب هي بتعطينا كوساين إكس بساين إكس زائد واحد على ساين إكس بكوساين إكس زائد واحد، هي مضروبة بواحد زائد كوساين إكس على واحد زائد ساين إكس. اختصار هاي العلاقة هذا مع هاد وهاد مع هاد، طلع عنا كوساين على ساين والكوساين على ساين هو تانجنت إكس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الدرس. في هذا الدرس تعلمنا كيفية الإرجاع إلى الربع الأول وحلينا بعض التمارين. دائما لما بنرجع للربع الأول قسمناه لحالتين، الحالة الأولى تعاملنا فيها مع 90 والميتين وسبعين، هون نقلب ونراعي الإشارة، والحالة الثانية تعاملنا فيها مع 180 و360، هنا لا نقلب ونراعي الإشارة، ومن ثم حللنا بعض التمارين. نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.